السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، هل لي حق على أهلي كان يعد لي الطعام؟ الزوجة يعني؟ لا، أهلي، أمي أو أخواتي، وأنا عندي 20 سنة. لا يلزمهم ذلك، إن فعلوا ذلك فعلوا معروفا معك. تفضلوا منهم. أيوه. تمام. طب أنا أحيانا يا شيخ مصطفى لما في البيت مثلا بيعملوا حاجة، أنا بقول لهم ما تعملوش كذا، يعني حاجة بتضايقني، ويجوا يعملوها فبتضايق وبتعصب جدا، هل عليا اسم؟ ليس عليك اسم، سهون على نفسك شوية. أنا يعني بستعمل كتير وبعرفهم كتير، ومرة واثنين وثلاثة، يا جماعة بالله عليكم ما تعملوش حاجة دي، وبرضه بيرجعوا يعملوها. ايه يعني الحاجة دي حاجة محرمة ولا ايه؟ لا مش حرام، يعني مثلا انا واحد يعني اوضتي مثلا بحدد حاجة معينة، مع اوضتي انا خاصة، بس حاجة حد يخش ياخدها من غير ما يقول لي او ما يعرفنيش، اجي انا ادور عليها طب فين، طيب اعرف ان حد خدها، عرفني. لا تغضب، وصيته وصية رسول الله، لا تغضب لا تغضب لا تغضب.